هنعمل مع بعض النهاردة سلطة حمص وبتنجان. ازاي هنعملها؟ شوفوا، عايزين بتنجان متقطع مكعبات كده ومقلي، عايزين 2 طماطم متقطعة، 2 خيار، 1 كوب حمص مسلوق، 1 بصل، 1 خبز مقطع ومقلي، 1 فلفل أخضر، 1 فلفل حار، بقدونس، والصلصة عبارة عن 2 فص ثوم، 4 معالق كبيرة زيت زيتون، 2 معلقة كبيرة ليمون، 1 معلقة صغيرة كمون، ملح وفلفل. لو حسيتوا الصلصة قليلة زودوا، يعني اعملوها مثلا ربع كوباية زيت زيتون، 4 معالق كبيرة ليمون، يعني انتوا دوقوا وشوفوا الدريسنج كده كفاية على السلطة ولا لا، لان انا شايفة السلطة كتير كتير كتير، فالمقادير اللي احنا قايلينها دي قليلة على كمية السلطة اللي عندنا، بس لو انتوا عاملين اقل من كده اوكي. طيب هناخد دلوقتي، تعالوا نعمل الدريسنج مع بعض. عايزين ناخد الثوم والليمون والكمون وشوية ملح رشة فلفل، وهناخد دلوقتي زيت الزيتون اللي عندنا. عندي هنا شوية ليمون زيادة، الصراحة هحط شوية ليمون، شوية صغيرين كده. يلا ناخد بقى زيت الزيتون ونبتدي نحط زيت زيتون مع التقليب. تمام كده. لو حابين تضيفوا كمان، عارفين ايه؟ دبس رمان، دبس رمان كمان يبقى حلو جدا مع الوصفة. لو حابين تحطوا دبس رمان حطوا، بيبقى حلو. طيب هناخد دلوقتي البولة بتاعتنا ونبتدي نخلط المكونات بتاعت السلطة بتاعتنا. البتنجان، نحط كل الحاجات اللي عندنا. عندنا الحمص يا مسلوق يا علب، عندنا البصل. دايما دايما البصل الأحمر ألذ في السلطات من البصل العادي. فلفل أخضر، فلو عندكم بصل أحمر حطوا، ما عندكوش خلاص مش مشكلة. فلفل حراق، خيار، بقدونس، طماطم، هنقلب كل الحاجات دي بقى مع بعضها. وهناخد الدريسنج بتاعنا. الدريسنج بتاعنا الصراحة لأنه مش ما فيهوش دبس رمان، مش غامق يعني، فبقدر أحطه من دلوقتي، مش هيغير لي طعم الحاجات بتاعتنا. في عندنا هنا كمان شوية بقدونس، بيتحمل إن احنا نحط بقدونس كمان، بتتحمل يعني. هناخد دلوقتي بقى كل الحاجات دي والدريسنج بتاعنا ونحطه. زي ما قلنا الدريسنج ما فيهوش دبس رمان، فمش هيغمق لي السلطه، فبقدر احطه كده ونقدمها بيه. انا ما بحبش الدريسنج لما بيبقى غامق شويه، بيغير من لون السلطه، ولون السلطه عامه بيبقى حلو، يعني اللون الاحمر مع الاخضر مع الاورنج بتاع الجزر مع الاخضر بتاع الخس، يعني بيبقى الالوان حلوه قوي لما بنيجي بنحط دريسنج. بيبقى الدريسنج لذيذ جدا ولكن بيطفيلي لون السلطه، فلما بيكون كده الدريسنج فيه مثلا دبس رمان او فيه خل بلسمك او بفضل اني اقدمه على جنب،
بصوا الدريسنج بتاعنا ده خلى الحاجة لسه ألوانها جميلة زي ما هي ما اتغيرتش. خلاص هناخد بقى العيش اللي عندنا وهنحطه كده تحت، وطبعا ده ما بيتعملش غير قبل التقديم على طول، بنعمل الحركة دي لأنه العيش بيبوش. فهناخد دلوقتي السلطة بتاعتنا ونحطها كده فوق، أو لو حابين برضو تحطوه فوق، هو في جميع الأحوال هيبوش، فلازم في جميع الأحوال حاطينه فوق أو حاطينه تحت لازم يتاكل على طول.